اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا ذا العرش المجيد. اللهم إنا نسألك بركنك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وانزل عليهم رضاك وكرمك وفضلك عليهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم يا رب الرحمات والبركات. اللهم انزل عليهم صبرا من صبرك. اللهم اشف مرضاهم وجاوز ارحامهم وتقبل شهداءهم واجعلهم منصورين يا رب العالمين، وانصرهم على اعداء الدين. اللهم عليك بكل من خذل الدين، وعليك بكل من هدم الدين، وكل من عاونهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بعزك يا رعز بعز عزيز يا رب العالمين. اللهم اعزهم بعز الاسلام، وانصرهم بنصرة الاسلام. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء، فتقبل دعاءنا لهم يا رب العالمين. اللهم تقبل جهادهم يا رب العالمين في سبيلك، وتقبل منهم شهداءهم. اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. اللهم إنا في غزة يا رب العالمين أطفالا رضع وشيوخا ركع، وكل من فيها يا رب لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نصرا من نصرك وجند من جنودك. اللهم هازم الأحزاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، انصرهم بعزك يا كريم. اللهم بحق يا رب مغيب هذه الشمس يا رب العالمين، بحق قدرتك إذا أردت أن تكون شيء يكون فيكون. اللهم انزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم نصرا وفرجا قريبا. اللهم إننا مؤمنون بك يا رب العالمين، مؤمنون بوحدانيتك وبقدرتك يا رب العالمين، أنك قادر إذا أردت أن تكون شيء كن فيكون. فانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجند من جنود السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم أيدهم وأنزل عليهم مددا من السماء، وأنزل عليهم يا رب أنزل عليهم يا رب مددا من السماء ونصرا من السماء لحولك وقوتك يا رب، كما نصرت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أمددهم بمدد من عندك وجند من جنودك يا رب العالمين. اللهم سلط على أعداء الدين يا رب عدو من عدوك يا رب العالمين، جند من جنودك يا رب العالمين، حشرة من حشرات السماء يا رب العالمين، تنزل عليهم تزلزلهم تزلزل أقدامهم وتنزع ملكهم يا رب العالمين. اللهم إنا مؤمنين وعقيدتنا ثابتة يا رب العالمين، ثبتنا وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وثبتنا يا رب بالقول الثابت يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم حنين تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم فك الكرب عن المكروبين، نفس الهم عن المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، واغفر جميع موتانا وموتى المسلمين، وأعين المسلمين والمسلمات يا رب العالمين على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى لديار المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. وصلى الله وسلم على عبادك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أترككم مع غروب الشمس إن شاء الله، أوقف وسجلتني إن شاء الله.